هكذا التواصل مستمر مشاهدين الاعزاء ولحظات وتعطى اشارة البدء لثاني اشواط هذا اليوم، ولدينا 25 شوطا توزعت ما بين البكار والجعدان الفطامين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ وبه نستعين. أشواط الأبكار انتهى، الشوط الرئيسي للجعدان بدأ بميدان الساد. شوط السيف بالإضافة إلى السيارة، الشوط الرئيسي للجعدان على بركة الله نسير إلى مقدمة هذا الشوط. كان وافيكم بالنتيجة مع اللي تصدر القيادة وانطلق إلى المركز الأول منذ البداية. مبدع وتعود الملكية لسعيد بن حمد بن محمد العامري اللي انطلق إلى مقدمة الشوط، يلي في المركز الثاني مشاهدين الأعزاء يتواجد غيث ومبارك بن أحمد بن سويلم على المركز الثاني. أما في المركز الثالث إذا وصلنا نجد مشاهدي الأعزاء شاهين محمد بن صالح بن نصرة العامري على ثالث المراكز. أما في المركز الرابع الغدوم ما شاء الله تبارك الله مشاهدين الأعزاء، وهناك الوجود بن حمر 14 أسعد السالم بن علي بن سالم بن مبارك المنصوري على المركز الرابع. أما في المركز الخامس التواجد والتحدي لازال متواجد والغدوم من حامل رقم 25 ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام، بنشوف هناك الغدوم ما شاء الله من قبل راهي محمد بن حارب العامري. هكذا النتيجة، ونعود إلى مقدمة الشوط. شاهين على الصدارة، محمد بن صالح بن نصرة العامري هو المتصدر قيادة الشوط، راهي محمد بن حارب العامري على المركز الثاني لكن ينخطف. يا سلام أسعد سالم بن سالم بن علي بن سالم بن ربيعي المنصوري على المركز الأول، غير في هذه اللحظات لكن الوصول. يا سلام الخلاوي سعيد بن محمد الهاجري على المركز الرابع ولكن ينخطف الوصول ما شاء الله تبارك الله من قبل بالسيوف حمد بن عبد الله من مبخوته العامري، وصل وخذ المركز الثالث في هذه اللحظات. لكن نكتفي، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة. السيف لمن؟ السيف لمن؟ المنصوري أو بن مبخوته؟ لكن خلاص على ما أعتقد أسعد هو الأسعد، هو الأسعد لكن أو سعد 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 على المقدمة. لكن من مبخوته رفع راية الخطورة بالسيوف بالسيوف رفع راية الخطورة. يا سلام الله 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 الأمتار النهائية الأمتار النهائية. يا سلام سالم بن علي المنصوري أو بن مبخوته الأمتار النهائية. لكن خلاص خلاص سعد سلام الوثبة سلام عاصمة الميادين. تهانينا والناموس لمالك سعد سالم بن علي المنصوري على فوز سعد الثاني عبد الله بن حمد بن مبخوته المركز الثالث. مشاهدين الأعزاء الوصول ما شاء الله من شاهين سعيد بن هدي بن بطيه الشامسي، والمركز الرابع لمحمد بن حارب العامري. هكذا النتيجة. والمركز الخامس يلي وصل في اللحظات الأخيرة مثير سالمين بن تقاش العامري اللي على المركز الخامس. هكذا النتيجة مشاهدين الأعزاء، وسعد سعد يذهب بالرمز يذهب بالسيف يهدي الفوز والناموس. سالم بن علي بن سالم بن ربيعي المنصوري هو انتزع اول اشواط القعدان. تهانينا له والناموس، وبنشوف الإعادة للتوقيت مع مرور سعد قطع المسافة في فترة زمنية ومقدار دقيقتين 58 ثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني العبد الله بن حمد بن مبخوته دقيقتين 59 ثانية بالوفاء والتمام. أما في المركز الثالث بنشوف المركز الثالث ما شاء الله تبارك الله 3 دقائق ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين سعيد بن هدي بن بطي الشامسي على فوز شاهين بالمركز الثالث. هكذا النتيجة، هكذا التحديات بأول أشواط القعدان.